What will you do today يا ادم؟ هنعمل ايه النهارده؟ Fish my eye. Good boy. يعني بقى بيمشي ويجري، يعني قصدي حضرتك انه بيجري بعد العمليه يعني. بعد العمليه، قبل كان يخاف يتحرك كثير. حب يلعب يعني. يا والله. حتى لون عينه حسيت ابدا مش عارفه، كل شيء صار اوضح. كل حاجه بقت احسن من الاول يعني. اكيد. ما انتوا عيني يا دكتور اول سنه لما كان يلبس المناظر ما كانت تنحول. وريني كده نظارته هنا. لما زيدوا له المقاس النظاره ده. قياس النظاره صار مع بس يمسك الايباد حتى لو لابس النظاره يعني تحولها على جوه. اه لا اتحسن كتير، فرق كبير في النظاره طبعا خالص. هو دلوقتي فعلا هتحس ان هو اجرى، بيلعب احسن، مذاكرته احسن، اداؤه كله بيختلف. Which one you like better يا ادم؟ يلا which one which you like better؟ yes yeah the one with straight eyes يعني تحتاني. طب why your eyes straight. شفته شاور على عينين، هو شافهم حلوين في الصوره. لو عندك او عند اي حد يهمك مشكله في عينيه، ما تترددش تتصل بينا في طبيبي.